الأول كده أشوف ال احنا ضربك اني ما جبت الموقف كله ولا تن قضية ثانية خلاص باش انتلي لا والله البسيوت ترينجل البسيوت ترينجل قدامكم ده ادي المصل دي مين بقى السيستم المصري سهله والمصل دي ترابيزيوس تمام ادي السيستم المصري ترابيزيوس تمام في نيرف مهم جدا ماشي في نص ما بينهم اسمه ايه النيرف ده اكسسوري ادي اكسسوري النيرف تمام يبقى المصل اللي تحتيه دي على طول ليفيتور يبقى انا لو انا عايز اجيب لكم الليفيتور ملخبطكوش اجيب مصل تحت الاستيرنوموس تحت الاكسسوري نيرف يبقى الاكسسوري نيرف اللي هو ده يبقى المصل اللي ماشي بارل ليه على طول الاستيرنوموس الليفيتورس كامل طب ومين اللي فوق دي بقى مين فوقيها سكانوس سكانوس ميديوس لا انتيريوس سبلينياس كابيتس من فوق خلاص من فوق من فوق ديت سبلينياس كابيتس يبقى دي سبلينياس كابيتس فوق اللي تحت او بوستيرو للاكسسوري مين الليفيتور واضحه دي طيب نشوف كده نفس المنظر بس على عينه ثاني الدكتور بلاتيزما البلاتيزما ديت ما بتبانش دي تحت السكين فوق الفاشيا عشان ابين الكلام ده شيل الفاشيا وشيل البلاتيزما ادي المصل مين المصل دي ودي ترابيزيوس فين النق السلم مستويد ترابيزيوس فين النيرف ده اكسسوري مين المصل دي الليفيتور مين اللي فوقيها سبلينياس كابيتس طيب مين اللي تحتها على طول سيمي سبينالس مذاكر خالص تحفظ اسكانس ميدياس ادي الميدياس اهي بس على الميدياس تحتها الانتيريور يعني بالترتيب كده من فوق سبينياس كابيتس وبعدين دي ليفيتور المصل ديت ميدياس ودي انتيريور انتيريور تحت خالص لانها اصلا متغطيه بالستيرنوماستوي لما اشيل الستيرنوماستوي ابين السكاس انتيريور كلها يبقى اقول تاني هنا دي ترابيزيوس ستيرنوماستوي النيرف ده اكسسوري يبقى المصل دي مين ليفيتور الليفيتور فوقيها سبلينياس كابيتس تحتها ميدياس وبعدين انتيريور فيها مشكله دي خلاص انت اللي كان بيقول غلط دوت ليه بقى اللي هو انت حافظ منين ما انت اساسا انت ما وضحت في الرسمه لا اقول لك انا وضحت انت ترجع للرسمه انت توضح فيها توضح فيها بالترتيب مين اللي فوق مين اللي تحت اوكي تمام يبقى الليفيتور سكابلا فوقيها افتكر الرسمه فوق الليفيتور سكابلا اسمها سكابيتس تحتها ميدياس وانتيريور شوف لو تحطون شو اسمه مو رسمه تحطون يعني شكل مفيش رسمه كده اي بس لو تحطون بس الاداه زي هذا تبينون هذه احسن خلاص ان شاء الله يعني تصوروا وتنزلوا تصورها ونزل ما احنا بنجيب لك الصور يعني الافضل يعني ما لا ما انت بتشوف الصور عشان الصور بتوضح اكتر ودي بتشوفها عامل اخذت الحسنيين تمام طيب نشوف كده العينه ديت انتوا هتقولوا بقى ايه المصل دي؟ مين ده؟ اكسسوري المصل دي؟ ليفيتروس كابيلا واللي ده فوقيها ديت؟ سبلينياس كابيتس كلام سهل بقى خلاص طبقنا طبقها لاي حاجه بدون طيب شوف هنا برضو في العين البلاستيك مين المصل؟ ليفيتور سبلينياس ميدياس انتيريور وين ديت سبلينياس كابيتس طيب وين هذا السيمي سبيني لا السيمي دي صغيره خالص وفوق لا مش دعوه بيها انت هرفعها على النظر طيب نشوف بقى الانتيريور تراينجل واهم حاجه في التراينجل احنا هنبص هنشوف الدايجستريك شايفين ده مين الجلاند دي سبمانديبولر تمام طيب نفس الفكره برضو فين؟ اهي مين الجلاند دي؟ ومين الارتري ده؟ فيشل كلام سهل بقى تمام؟ كلام سهل الباقي كله كلام سهل ها مين الجلاند دي؟ سبمانديبولر طيب امال فين الدايجستريك؟ الدايجستريك هتبان احسن طبعا هيبين هنا بس يعني صعبه قوي يعني ايوه شايفين؟ ادي الانتيريور بلوف دايجستريك اللي هي دي انتيريور انتيريور بلوف دايجستريك انتيريور بلوف دايجستريك من شويه
واللي ورا دي البوستيرو بيلي بتاع الجاستريك. يعني دي البوستيرو بيلي ودي الانتيرو بيلي. تمام واضح هنا اكتر. كلهم واضحه اكتر بقى هنا. شايفين دي الانتيرو بيلي وين الدكتور؟ يعني الانتيرو بيلي ودي البوستيرو بيلي ودي الستايل هايويد. البوستيرو بيلي والستايل هايويد ودي الانتيرو بيلي. تمام ادي الانتيرو بيلي ودي الستايل هايويد ودي البوستيرو بيلي. اللي رايحه الاستايل بروسيس تبقى البوستيرو بيلي. دكتور البوستيرير شبكه في الستايلويد؟ البوستيرو لا ماسكين ماشيين مع بعض. كل شبكه في المستويد؟ لا لا البوستيرو بيلي في المستويد. الستايل هايويد في الستايلويد بروسيس. اهم حاجه بقى اهم حاجه اللي هو ده. تمام مين دي سيروي كارتليج واللي فوق ديت هايويد بون. شايفين المصل الطويله دي ثايرو ستايلو استيرنو هايويد. طيب هذا ايش؟ اصبر دي استيرنو هايويد ودي جنبها استيرنو هايويد برضو. بس مقطوعه. وقلنا في مصل عامله كده اومو اومو هايويد. شايفين اومو هايويد؟ دي اومو هايويد ودي اومو هايويد. هذا كارتليج اللي بالنص ده سيروي كارتليج. دول الاومو هايويد ودول ستايل هايويد نفس الليفل. طيب لما ابدا اشيل الستايل هايويد يبان لي ايه بقى؟ شايفين المصل الصغيره المهمه قوي دي؟ ايوه ثايرو هايويد. ثايرو هايويد لو ركزنا شويه هنلاقي في هنا في لاين كده في ديماركيشن حاجه محدده. دي نهايه البيت المصوره دي مصر اسمها ستيرنو ستيرنو سايرويد وتنتهي هنا اوبليك لاين ويطلع سايرو هايويد. نركز كده. شايفين في لاين اهو. ايوه زي فاصل كده. الفاصل ده عضلتين عضل تحت ستيرنو ثايرويد ودي سايرو هايويد. دول عضلتين بس في بقى الثانيه طويله طويله مش مشبك مع بعض مشبكين مع بعض عاملين نص. عارف انت سباق تتابع؟ ايوه سباق تتابع؟ تتابع عصايا مسافه عصايا خد من العصايا نفس الوقت التسليم بقى هو ده الجنكشن اللي بس ستيرنو ثايرويد وثايرويد. ايوه تمام. يبقى ادي دول دي اسمها ايه دي؟ الاثنين دول ستيرنو هايويد ودول اومو هايويد. دي لوحدها اسمها ايه؟ ثايرو هايويد. مهمه جدا ثايرو هايويد. طيب نشوفها على عينه ثانيه. ثايرو هايويد باينه اهي. لا مش دي مش حلوه. اللي فوق دي رايحه مين؟ رايحه الهايويد بوين اسمها ايه؟ ستيرنو هايويد. ستيرنو هايويد. شايفين بقى اللي وراها دي؟ طايره هايويد. طايره هايويد. واضح؟ سهله؟ بس 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 خلينا نشوف. اتفضل والمجموعه الثانيه تيجي. شكرا يا دكتور. هم فين اوالو اثنين يشوف. تعالوا يا اثنين. عبد العزيز معي. عاد اطلق اثنين. تعال تعال زين. اسمع ثاني اسمع ثاني في شكل. رايك ضيق صدري كنت وياه. والله انت تستنسونا الحين. استنى انا اقعد بس. دكتور راح اجيب لك كافي دكتور. هذا دكتور. اوكي. دي صار هايويد صح؟ في انت ما فيش ثاني دي طرف ال هنا هنا مش معموله حلوه. انا عايز اجيبها لك. شايف شايف واضحه ازاي هنا؟ ده غلط صح؟ دي الثايرويد كارتليج ولا لا؟ يبقى غلط. ما فيش مصل. انا المفروض يبقى في مصل. في مصل بس هي مش معموله كويس. دكتور الحين المدن هذول يعني كم اسعار؟ بعد ما خلص والله صدق والله السؤال فنان حاتم بس لا عمرك تقول مرتين ثانية. والله اجيب لك واحد بلاش. انا اساسا على دكتور. طيب هذا شغلي هنا واحد يقول لي اسعار على لا ترابيزيوس. عارف انت الاسفينيوس كابيتس؟ هي دي اسفينيوس كابيتس. مش عارف خالص تعرفها. تعرفها جوه التريانج ما تعرفهاش بره. هي المصل شايف في المصل فين؟ ايوه هي دي شايف دي؟ هل ان الكونتنت تبع مين يسكبيس؟ انا حاليا بجهز العينات لكليه الطب عنيزه. انا طبعا كنت لازم اشتغل لا يا عنيزه. انا جاي اشتغل في كليه الطب عنيزه بس لسه مش شغل السنه الجايه ان شاء الله.
لا فانا مثلا الاناتومي هناك بجهز لعينك. طب مين فيهم الدكاتره؟ يعني اصعب كتير اسعار غاليه يعني غيرش كده. انا في واحد في عينات زي دي كده واحده زي دي كده مثلا كام 7000 8000 ريال. طيب منين الراس الجزء ده مصدر من مو المانيا. طب هم 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 مش المانيا صناعه المانيه بأجساد صينية. أجساد صينية. القطع الغيار كلها صينية. هي قطع الغيار صينية. يعني أنت عارف المادة الخام الصين. أما المصنع فالمصنع. دكتور الحين. إيه ما أرخص. الحين. درسنا الصينيين أنت معي. يا أخي أتوقع إنه أسود. الله يعني إيه. شو اللون؟ ما أعرف شو. لا. حبيلي. تامي هنا. ولا دخل. منعين التبرع. حرام. إن الجسم ده مش ملكك. لا لا ما في سكين تحت ذا بس برا ممكن واحد يتبرع باسمه وفلوس ومش تبرع يبيع اسمه وفلوس اهله او يدوه قبل ما يموت بس اني اتوقع يسوون اهله بعد عشان يبحث عنه في حال سقوط او او لا لا او او يكون طيب ايش معدوم واحد توفى ايش يسمون هذول معدوم الاهليه مصر كده عندنا في مصر كده يعني في مصر بس كاديفرز كاديفر ده لو واحد توفى ومش عارف هو مين بس في لا الشرطه لقت في واحد متوفى في الشارع ينقلوه او في المصحات ينقلوه على على المشرحة زينهم اكبر مشرحة عندنا معروف زينهم يعني اسمعها كتير زينهم دلوقتي عارف ايه لو عدى عليه 40 يوم ما حد سال عنه بيطلعوا بقى اشارات في في اقسام البوليس وفي الجرايد حاجه زي كده بيتحول الى كان كان زمان بيتحول الى ال التعليم بتاع قصر العيني دلوقتي روح على قصر عيني يتعالج معالجه كيميائيه معينه كده يغير يشيل الدم بتاعه ويحط ماده وفورمالين قصر عيني يوزع بقى على الكليات كلها. طب يا دكتور بس حاليا الكلام ده خلاص الحين كيف فوربيدن الحين كيف من الدونيشنز الحين يشرو لا في جنيش ما شراء يا اخي في شراء بقى من برا مصر بس كده غالي وراء زين صوتك دكتور طيب على 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 عناد بلاستيك لا انت مش عندك دكتور في النظام بدي اشوف شيء 16 ساعه اللاب التشريح بتاع ده لازم نحل تنبي قوي ربنا يوريك تذكروا انتوا الحمد نكمل نتكلم بقى الاستينوماستويد استينوماستويد البستيو تريانجل البستيو تريانجل ده المصل الاستينوماستويد مصل تمام مظبوط اللي ورا دي مين ال أي تعال أهم ده البستيرو تريانجل طب هاتوا هنا بس جنبك كده يعني ما حضر ده ال البستيرو تريانجل استيرنوماستويد مصل ترابيزيوس شايفين النيرف ده النيرف اللي هو معدي من استيرنوماستويد للترابيز اسمه لا أكسسوري يبقى المصل اللي وراه مباشرة الفيتروس كابل. طيب هذا الدكتور هذا بيبقى برانشات فاكرين ان الحاجه اسمها السيرفايكال برانشز اللي هم حاجه اسمها ايه جريت اوريكولار ده جريت اوريكولار والليسر سيرفايكال ايوه ترانسفير سيرفايكال اهو ايوه وشايفين دول سوبرا سكابولار سوبرا سكابولار وده الاكسيبيتال الليسر اكسيبيتال ده رايح عند الاوريكال اسمه جريت اوريكولار بس ده مش يعني ده صعب عليهم جدا مش بتاع امتحانات خالص يعني ده بتاع نظري عشان امتحانات في العمليه. طب فيها دكتور البوستيريور اوريكولار حق هذول كلهم برانشات من الارت ده فيشل هذول برانشات من هنا دكتور موتر موتر فيشل نيرف سوكر نيرف فيشل نيرف هذا الفيشل نيرف الفيشل نيرف. طيب الفين وين هو الفين ايش بين هو اي دكتور السكالب هو يغذي ال سوكر نيرف اه جيت ريكولار جيت ريكولار هو بوستيريور اوريكولار برانش من السيرفايكال بلكسس مش باين ماشي ادي ده تاني عشان ما انتهش بس ادي ترابيزيوس ستيرنوماستويد اكسسوري نيرف ليفيتروس كابولا فوق الليفيتروس كابولا على طول المصل دي سبلينياس كابيتس سبلينياس كابيتس اللي فوق الليفيتروس كابولا يبقى الليفيتروس كابولا عرفتها منين؟ عرفتها من اللي وراها مباشره اللي قدامها مباشره النيرف اللي فوقيها سبلينياس كابيتس طيب نشوف بقى الكلام ده على العينه دي نفس الفكره برضو المصل دي مين الستيرنوماستويد ودي الترابيزيوس وده النيرف اكسسوري نيرف يبقى المصل دي الليفيتر سكابيولا الليفيتر سكابيولا انت قلت البوستيرير ليها البلد ليها موازيه ليها اللي تحتها تحتها اصل هي المفروض اكشوال بوستيرير ليها فعلا يعني ما هي لو حطيتها كده بوستيرير
عشان مش حاضر ادوات الموزيشن. في مشكله هنا يعني؟ مش مشكله انا الوضع كده. المشكله احنا ننسى الموزيشن الاناتومي هذه ننسى الموزيشن ده الفيتروس كاميرا اللي تحت ديت الاسكانس ميدياس ودي الانتيريور اسكانس ميدياس اسكانس انتيريور واللي فوق سبلينياس كابيتس. طيب هذا دي تبع الاسكانس انتيريور وفي من ورا بوستيريور ولا دكتور بوستيريور من جوا من جوا ايوه تمام بس يمكن بين اكثر اسكاي على 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 العين البلاستيك الموديل بس بين اكثر بس نعرف هنا اهم حاجه نعرفها هنا الماسل دي اللي ممكن تجي لك اللي بيت لان اصلا هتاخدها ان شاء الله في في الابر ليم زي النهارده زي النهارده الاسبوع الجاي ولا تاخد اللي بيت الاسبوع الجاي الابر ليم دكتور. طب انت سؤال هي الاكشن حقها على اسمها اللي بيت تعمل ايفيشن سكان هتعرف كمان اسبوع اصبر هتعرف فهي مهمه يعني خلاص ادي العين اذا بنشوف العين دي كده ادي الماسل مين الماسل ديت ادي ستيرنو ماستويد. طيب ومين النيرف ده الاكسسوري يبقى الماسل دي مين الليفيتر واللي فوقيها ديت السكابيتس كابيتس سكالناس كابيتس تمام هذا كله كونتنت على البلاستيك كونتنت بوستيريور الكونتنت بوستيريور ده كله مش باين ده ستيرنوماستويد ترابيزيوس الابيض دوت اكسسوري الماسل تبقى مين الليفيتر فوقيها على طول سبلينياس كابيتس طب تحت ديت رقم 77 دي ميدياس اسكانس ايه ميدياس واللي تحتها دي انتيريور ميدياس انتيريور اسكانس انتيريور دي ميدياس انتيريور وبترتيب كده فوق خالص سيمو سباينالز الصغيره تحتها سبلينياس كابيتس وبعدين الليفيتر وبعدين ميدياس وبعدين انتيريور نفس البسلايدات اللي كانت نفس البسلايدات ما انا هجيب كلام غير خلاص كده يبقى ادي ده البوستيريور ترينجل اهم حاجه البوستيريور ترينجل هنعرف استنى مستويت كويس الليفيتر سكابلا والسباين كسر طيب الانتيريور ترينجل اللي يهمني فيه زي ما قلنا الدايجاستيك مصر او الابر دايجاستيك مصر عندنا شويه الجلاندز والارتري الجلاند اسمها السبمانديبولار جلاند تمام والارتري ده اللي خدناه قبل كده هذا الفيشال ارت فيشال ارت هذه اللي هنا هي جلاند هو اللي تورتشوس دكتور يعني ما تحسها هنا تحسها في حاله واحده بس لو فيها مشكله لا هذه اللي هنا تحسها تمام كنا فين ايوه هنشوف هنا ادي برضو جلاند مين دي سبمانديبولار جلاند الجلاند دي مين نفسها السبمن دي كلها سبمن سهله جدا تحت المانديبولا تحت المانديبولا سب لينجو تحت الطنجة ما بانش كده بانش دي اسمها السبمن ديبولا جلاند طب باين هنا بقى كمان التو بيلز اوف دايجاستريك تو بيلز شايفين دي الانتيريور بيل اوف دايجاستريك وده كده البوستيريور بيل والانتيريور بيل اوف دايجاستريك بوستيريور بيل اوف دايجاستريك يعني دايجاستريك عشان كذا سموه دايجاستريك دكتور طيب اللوزتين وين اللوزتين هذا اللوزتين من جوه التونسل دي من جوه من داخل من داخل مش من خلال مين هذا بنحسها تحس اللي هو مفروض على التونسل الليمف نود لما يجي لما طفل صغير كده او انت لا قدر الله حصل لك انفلاميشن في التونسل اللي بتحس هنا الليمف نود ما جازك عبد الله الوضع درين التونسل لذلك عمليات الجراحية من داخل دكتور ما تطلع صح؟ شوف ممكن تبينه هنا التوصل شو داخل هذه ستينكلايدونسيد دكتور راحت أنا شفت عملية جراحية دكتور من داخل الفم أيوة هاي التوصل داخل من داخل أي مو من برا يعني مش من برا هذا النصف يعني تخيل هو يفتح رقبتك شخط طلع التوصل لا 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 من داخل في حاجه اسمها ايه لا ما يفكون في 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 نول مش فكر فكر ما يفكون فكس في حاجه اسمها الماوث اوبننج ماوث اوبنر مش جهاز ده هي بالظبط كده زي معدن حط على الاسنان وهو تحت تفتح كده وانت اصلا يبقى البيشنت الريكشن بتاعه نايم طبعا نايم فلات وراسه عامل فولي اكستندد مظبوط هو يفتح الماوس جاك ده يفتح الماوس كله خلاص يشوفها يشوف طبعا التوصل ما هيشيلها ازاي يعني هو طبعا يخش الدكتور يشتغل بقى كده العيان مثلا يعني تخيلوا ان ده لو فرضنا ان ده البيشنت
انا قاعد على الكرسي طول انا في اوضه بشتغل قاعد على الكرسي بتاع اللوز بس قاعد على الكرسي الهيد كده اللوز مفتوح يبص شايف التكسر يخش يعني العمليه سهله ربع ساعه دكتور لما يعني تبقى ما تكرني يوم قمت من العمليه هذا يجعني مره يعني ما ليه بقى تخيل كده فتح واحد فتح الماوس والماندبل نص ساعة تحس بإيه لما تحس ببين هنا تمام أنت مسوي فين الدايجاستريك هنا في كان الدايجاستريك كلناها هنا هنا أدي الأنتيبيو في دايجاستريك ودي كده البروسيبيو في دايجاستريك طيب نشوف العينة دي هيبين برضو العينة البلاستيك دي أدي السب مانديبولا جلاند واضحة جدا شايفين المصر الصغيرة دي أنتيرو بيرو أنتيرو بيرو طيب ودول اثنين جنب بعض البوستيرو بيلي والستايلو هيويد الاثنين جنب بعض دول اللي رايح للمستوي بروسيس يبقى البوستيرو بيلي واللي رايح للستايلو بروسيس اللي هي اللي تحت ديت ستايلو هيويد اسمع كيف تكتب ادي البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك ودي ستايلو هيويد ايوه تمام ودي الانتيرو بيلي مظبوط اهم حاجه بقى اللي هم مين الفور ستراب مصر أو الانفرا هايويد مصر شايفين كده في تو مصلز اللي هي الكبيره دي ودي ادي الثايرويد دي الثايرويد كارتلج اهي واللي فوق ديت الهايويد بون خلاص ففي مصل جايه من تحت رايحه للهايويد بون اسمها ايه ستيرنو هايويد هي دي ستيرنو هايويد ستيرنو هايويد مصل ثانيه جايه من الكلافيكل رايحه للهايويد بون برضو اومو هايويد هي دي وهي دي طلعت عامله كده كده ايوه اما هي فين دكتور تاخد واحد دايفرجن يعني بتعمل كده ولا بتعمل كده الى 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 زي الام يعني امه أم. كانت هي بالظبط عامله كده ستايل هايد عامله كده هو هي عامله كده والتو بيلي والسترنو هايويد عاملين كده في نفس المستوى دي سترنو هايويد دي كده ايد ام هايويد تمام لما ارفع الام ستايل هايد الاقي في مصل صغيره اهي جاي من الثايرويد وراح للهايويد اسمها ايه بقى ثايرو هايويد دي اسمها ثايرو هايويد فين العينه دي تحت اللي تحت دي بقى ستيرنو ثايرويد شايفين في لاين اهو في فرق بينهم في فارق الفارق دوت اللي هو دي الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتلج هو ما بين هذا اللي تمسك هذه دي الوصله الوصله ما بين الستيرنو ثايرويد والثايرويد اللاين ده يعني دي كده ستيرنو ثايرويد واللي فوق دي صاير وهيد مهمه جدا صاير وهيد مهمه جدا نعم الاتاتشمنت بين الاثنين ولا كلهم شابكين في الثايرويد شابكين في الثايرويد الابيك لاين لا المصل اللي هذه كويس ستيرنو هايويد اخر حاجه بس اخر حاجه فين العينه هي دي مين دي ادي برضه نفس الفكره ادي الثايرويد كارد والهايويد بون ودي مين ستيرنو هايويد مين المصل بقى ديت ثايرو هايويد ايوه فين دكتور جاي من الثايرويد وين الكارتلج المسكه فيه الكارتلج هون تمام بس الثايرو هايويد ما جاي من تحت لفوق من الاوبليك لاين حلو تمام واضح يا دكاتره دكتور عندي سؤال بس بس يوم الاربعاء الحين الفيب الانفرا هايويد ماسلز فيها اللي يجي سي 1 طيب فيه اللي فوق بعد فيه يجي نفس النيرف يعني شلون كلهم يجين واللي تحت هو بص النيرف سي 1 دوت بينزل بيدي يغذي الجينو هاوي اللي يغذي السايبر طيب يعني اذا كان في نيرف امتاز كلهم ان شاء الله دكتور حتنزل اليوم ان شاء الله فيها خلاص الحين وش المشكله؟ خلاص اشوف هذا دبل جوينت صح؟ بس هي مشكله في الجو في الليجمنتس استعد لا 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 ل